15 مايو، نكبة فلسطين. تمر اليوم الذكرى 64 للنكبة الفلسطينية التي بدأت فصولها في 29 نوفمبر عام 1947، عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار رقم 181 بتقسيم أرض فلسطين إلى دولة عربية فلسطينية وأخرى يهودية وتدويل منطقة القدس. بعد رفض العرب قرار التقسيم تصاعدت حدة القتال، وفي بداية عام 1948 تشكل جيش الإنقاذ الأول بقيادة فوزي القواكجي، وفي 12 أبريل من نفس العام أقرت الجامعة العربية بإرسال الجيوش إلى فلسطين، وأكدت اللجنة السياسية أن الجيوش العربية لن تدخل قبل انسحاب بريطانيا المزمع في 15 مايو. وقررت الحكومة البريطانية إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في منتصف الليل بين 14 و15 مايو من عام 1948 بضغط من الأمم المتحدة التي طالبت بريطانيا بإنهاء انتدابها على فلسطين. وفي 14 مايو أعلن المجلس اليهودي الصهيوني في تل أبيب أن قيام دولة إسرائيل سيصبح ساري المفعول في منتصف الليل، وأسفر هذا الإعلان عن بدء الحرب بين إسرائيل والدول العربية. وفي 26 مايو عام 1948 أعلن قيام الجيش الإسرائيلي بأمر من دافيد بن غوريون رئيس الحكومة الإسرائيلية المؤقتة. وحين دخلت القوات العربية أرض فلسطين، كان المجاهدون الفلسطينيون يستحوذون على نحو 82% من التراب الوطني الفلسطيني. وحين أنهت القوات العربية مهمتها في فلسطين انقلبت الآية، وأصبح الصهاينة يستحوذون على 78% من أرض فلسطين. واستمرت المعارك حتى تدخل مجلس الأمن وفرض وقفا لإطلاق النار في 10 يونيو عام 1948، تضمن حظر تزويد أي من الأطراف بالأسلحة ومحاولة التوصل إلى تسوية سلمية بين المتنازعين. وفي 8 يوليو عام 1948 استأنف الجيش الإسرائيلي القتال في جميع الجبهات رغم محاولات الأمم المتحدة لتمديد مدة الهدنة. وعندما استؤنفت المعارك من جديد كان للجيش الإسرائيلي اليد العليا، واتخذت المعارك مسارا مختلفا، وتعرضت القوات العربية لسلسلة من الهجمات والهزائم، واستطاعت إسرائيل فرض سيطرتها على مساحات واسعة من أراضي فلسطين التاريخية. وانتهت المعارك في 21 يوليو بعد أن هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات قاسية على الجوانب المتقاتلة، وقبل العرب الهدنة الثانية التي كانت اعترافا بالهزيمة، وتدخل حرب فلسطين التاريخ العربي تحت اسم نكبة فلسطين. محمد صلاح، هنا العاصمة. شكرا محمد. لو سألنا جيل يعني ايه 15 مايو، في جيل اللي عصر السادات شوية هيقول لك، وده جيل برضو مثقف يعني هيبقى قاري شوية، فهيقول لك دي اللي اطلقوا عليها ثورة التصحيح في 15 مايو اللي انقلب فيها الرئيس السادات على رفاق الامس. ولو سألت جيل جديد يعني ايه 15 مايو هيقول له كوبري 15 مايو اللي رابط البلد ببعضيها، عملنا حاجات يوم 15 مايو في هذا التاريخ اللي مش محدش فاكره، هو تاريخ ضياع فلسطين وضياع الأمة العربية وهوانها. وهذا هو موضوع الليلة مع ضيفي العزيزين الدكتور رياض صيدم الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا. الأستاذ إبراهيم الدراوي مدير مركز الدراسات الفلسطينية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا دكتور، 15 مايو عندك يعني إيه؟ الحقيقة 15 مايو بيعني ذاكرة أمة، وليس ذاكرة يعني محددة للشعب الفلسطيني فقط، بل ذاكرة للأمة العربية والإسلامية. يعني أولا أتقدم لكم بالشكر ولمعدي التقرير كما أيضا بالشكر الجزيل، لأنهم أشاروا إلى يعني نقاط جدا مهمة في هذا التقرير، وأحيانا هذا يقودنا إلى جزء من التاريخ في قيام دولة إسرائيل كانت نتيجة هزيمة ألحقت بالأمة العربية والإسلامية. وطبعا يعني هذه الجيوش اللي كانت موجودة في فلسطين. 15 مايو بيعني أن الشعب الفلسطيني ضحية تآمر دولي وأيضا تآمر الحركة الصهيونية التي خططت
لهذه الهزيمة منذ سنوات، منذ مؤتمر بازل في عام 1892. هذا المؤتمر اللي أقرت فيه الحركة الصهيونية قيام أو يجب تجميع اليهود أو الصهاينة بالتحديد حتى نكون أكثر دقة في دولة، في دولة باسم الدين، مستخدمين الدين اليهودي في ذلك، في دولة تجمعهم، لأن أولئك الذين نبذتهم مجتمعاتهم الأصلية من بولندا حتى الدول العربية حتى الدول الغربية كانوا منبوذين فعلا. وبالتالي يعني حتى تيودور هرتزل بيقول أنه أولئك الذين نبذتهم مجتمعاتهم لسوء أخلاقهم ليس لهم إلا أن يعيشوا في وطن نسعى لتحقيقه. فكان هناك صفقات دولية كان ضحيتها الشعب الفلسطيني، أرضه ومقدساته وحجره وشجره وبشره، دفع ثمنها إلى أكثر من 65 عام منذ النكبة. 65 سنة، 64 سنة السنة دي، يعني داخلنا على 65 سنة. إزاي جيل قاعد يتفرج ويقول لك إيه ده، معقولة التاريخ ده؟ يعني فلسطين اتخذت من 65 سنة، العرب كلهم بقوا فين وإسرائيل بقت فين؟ يعني أنا برأيي أن إسرائيل بقت في فلسطين عندما خرجت بريطانيا، وكان تنسيق غير مسبق ومحكم لم يعرفه العالم العربي والإسلامي على وجه الخصوص، أن تخرج بريطانيا تعلن انسحابها من الأراضي المحتلة ثم تعلن إسرائيل إقامة دولتها في فلسطين. ال 65 سنة دول أنا بقول أن إسرائيل في هذه الحالة وفي هذا الوقت بالذات استطاعت أن تعيد لنا نحن العرب والمسلمين كرامتنا مرة أخرى بالاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، باغتيالات حدثت لقيادات فلسطينية. يعني الحرب الأخيرة على غزة، أنا ابني ما كانش يعرف حاجة عن 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 فلسطين أصلا، فبدأ يسأل إيه غزة وإيه فلسطين، وبدأ الشارع العربي والإسلامي. أنا أقول أن هناك وعي لدى العالم العربي والإسلامي من 2000 وانت طالع، عرفوا معنى فلسطين، عرفوا قيمة فلسطين. ما تعبناش من حكاية الوعي دي، عندنا وعي وعندنا يعني خطب وعندنا مظاهرات وعندنا مسيرات وعندنا حاجات كتير. أنت 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 نتاج خيار كان هو الخيار الاستراتيجي أو المخزون الاستراتيجي لإسرائيل. يعني نحن ما بعد الثورة المصرية، أنا أقول أن الميلاد الحقيقي للقضية الفلسطينية هو بعد الثورة المصرية، بعد 11 فبراير ولدت من جديد القضية الفلسطينية في وجدان الشارع المصري على وجه الخصوص والشارع العربي بشكل عام. نحن نتحدث عن أن هناك مليونية في ميدان التحرير لحماية القدس. أنا في ميدان التحرير عندما تنحى مبارك في ميدان التحرير مش في الأقصى، ممكن هو الآن البوابة الرئيسية عندما محيط القدس والبيت المقدس، إذا كان يعني في سلامة نية وصحاحة البدن وأن الشعوب تفتحت وقبلت الآخر، أعتقد أن الجميع سيزحف إلى بيت المقدس. نحن في ذكرى النكبة حدث زحف على بيت المقدس، في كل الذكريات بيحدث زحف، وكان هناك شهداء وحق العودة الذي يعني أنا بستغرب من الشعب الفلسطيني عايش في أوروبا، عايش في أماكن يعني أنا كنا نطمع وشبابنا كان بيسعى لأن يكون في أوروبا، هناك فلسطيني أوروبا يريدون أن يعودوا إلى قطاع غزة المحاصر. هذه أعتقد أن الشعب الفلسطيني شعب يريد الحياة، ولكن يريد الحياة في بلده. هناك شتات، هناك شتات فلسطيني. أعتقد أن القضية الفلسطينية هي قضية وجدانية. أنا عندما زرت قطاع غزة ووجدت واحد عمال يعني يعمل ميدان تحفة من الميدان، بقول له يعني طيارة هتقصفه، قال ده بالعكس، ده أنا يعني أنت بتعمل كده ليه؟ قال أنا وإنت ممكن الطيارة تقصفنا دلوقتي، بس أنا عايز غزة نظيفة، عايز غزة كويسة، عايش لبلدي. هذا الشعب أنا أقول أنه لابد أن نحلل نفسيا، يعني لماذا يعيش الشعب الغزاوي في هذا الهجوم الكاسح، في ظل الطائرات، في ظل البيوت أن تهدم؟ أنا بواحد من الناس بقول لهم يا جماعة أنا لو بيتي قال هيهدموا السنة الجاية أنا مش هبنيه، ليه أبنيه؟ ليه أعمر بيت اللي هيهدم السنة الجاية؟ لا بالعكس، الراجل بيعمر بيته النهاردة وعارف إن هو هيقصف بكرة. بل يعني في حياة غريبة في قطاع غزة، حياة غريبة في الشعب الفلسطيني في أعرب 48، مقاومة مستمرة. أنا أقول أن الشعب الفلسطيني سيضرب لنا أروع المثل للشعوب العربية عندما تكون هناك وحدة فلسطينية واحدة، عندما يكون هناك هدف واحد، توحدوا خلف الأسرى
مؤخرا، أرجو من الشعب الفلسطيني أن يتوحد على كل أصعده، سواء كانت التيارات الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، لكي يكون هناك توحد عربي. وخاصة نحن رأينا باكورة إنتاج محترمة عندما كان هناك اتفاق ما بين السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، زار القاهرة والتقى ثلاث مسؤولين في القاهرة على رأسهم وزير المخابرات العامة المصرية ووزير الخارجية والسيد نبيل العربي، ثم جاء السيد رمضان شلح، ثم جاء الرئيس أبو مازن ومسؤولين من السلطة الفلسطينية، وكان التوحد كله كان يطالب بحق الأسرى وإسقاط قانون شليط والعزل الانفرادي. وهذه القضية دولت، هذه القضية وصعدت إلى المجتمع الدولي، ذهبت إلى جنيف والأمم المتحدة، ثم رأينا أن هناك فعلا استجابة يعني سريعة وواضحة من الجانب الإسرائيلي. لماذا؟ لأن هناك رؤية واضحة، استراتيجية واضحة من كل الأطراف الفلسطينية، ورأينا أن هناك بريق عربي، رأينا أن الخارجية المصرية عندما تحركت، عندما تحرك بقايا النظام العربي، ودعني أقول أنه بقايا النظام العربي الذي كان مخزونا استراتيجيا لإسرائيل، كل النظام العربي وليس نظام مبارك، وأقول أن بهذه الصيغة من الممكن أن نؤكد أن القضية الفلسطينية بدأت من اليوم. في ذكرى هذه النكبة أقول أن الشعوب العربية الآن تحتفل بذكرى النكبة وتقوم بعمل مظاهرات هنا في كل المحافظات مصر. أنا أقول أن هناك وقفات تضامنية. فين تاني غير مصر؟ كل الشعوب العربية دي فين؟ في الأردن، ماشي. في سوريا، في ظل القمع الذي يحدث في سوريا، في ليبيا، في تونس، في كل الدول العربية. أنا أقول أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين أنفسهم، وهذا ما يميز القضية الفلسطينية عن أي قضية أخرى. القضية المصرية كانت قضية كل العرب، لأنهم يعلمون أن القاهرة هي قاطرة العالم العربي، لكن القضية التي عليها إجماع من كل الفرقاء السياسيين في العالم العربي والإسلامي بل وأحرار العالم هي القضية الفلسطينية. عندما كنا نتحدث عن يعني القوافل التي تأتي إلى قطاع غزة من أوروبا، من ناس ليسوا يدينون بدين الإسلام ولكن يدينون بدين الإنسان، يقولوا إن ده إنسان محارب، فيجب أن نفك الحصار عن قطاع غزة، ويأتوا لنا بقوافل تعبر البحر والمحيط ويعرضون أنفسهم للخطر، ويقتل ناس ويستشهد ناس من الأتراك وغيرهم، لكن لقضية عادلة. قضية الفلسطينية هي قضية عادلة، طيب. هي أعدل قضية في التاريخ. طبعا أستاذ إبراهيم، دكتور رياض، يعني خلينا نكون صريح معاك، علشان أنا مواطن مصري شبعت من الخطابة، يعني خلاص، يعني أذاني نحست من كتر الخطابة، والبعض يرى أن أصبحت القضية الفلسطينية هي مؤتمر في نقابة أو قاعدة في فندق وكلمات براقة ورنانة، والأمور بتصير بقالنا 64 سنة في هذا الفيلم. الرهان على مصر ومصر قلب الأمة، ومصر تمر بأزمة وفيها تغير بعد الثورة، لكن مصر مهمومة بنفسها. فكرة الكلام عن وكأن الطرح البديل دائما هو طرح الحرب الذي يبدأ من مصر. كيف ترى الخروج؟ كيف ترى البداية؟ هل البداية هي أن مصر تبدأ حرب وتعلن حرب؟ هل البداية أن مصر تفتح الحدود وتفرط في مسافات أو في أمنها في ظل ظروف متغيرة؟ هل العالم العربي، أنت شايف أن العالم العربي مجتمع حول القضية الفلسطينية وشغلها وما بينامش إلا كل ليلة لما يقول القضية الفلسطينية؟ هل الفلسطينيين نفسهم لديهم صياغة للتجمع مرة أخرى ويقدموا مثل أنهم حتى كأصحاب قضية مش مختلفين بيقتلوا بعض؟ يعني الحقيقة أنا آسف إن بعرضها، بس أنا يعني دائما عندما يتم الحديث عن القضية الفلسطينية، يعني يجب أن نذكر الجميع ونذكر العالم كله أن الشعب الفلسطيني مجتمعا إنسانيا كباقي المجتمعات يتعرض لما يتعرض له، حتى لو نحمل أيضا الشعب الفلسطيني أكثر مما يحتمل. وأود التذكير قبل الإجابة على يعني مجموعة النقاط اللي أثرتها، ويعني من النقاط الرائعة اللي ممكن نتحدث فيها بصدق وبشفافية، يجب أن نذكر أنه آخر إحصائية أنه بلغ عدد الشعب الفلسطيني أكثر من 11 مليون، وهدول 11 مليون موزعين منهم أكثر من 5 مليون في دول الشتات ما بين الوطن العربي وما بين أوروبا، ومليون و650 في غزة، 2 مليون و2 في العشرة في الضفة الغربية، مليون و350 ألف في أرض 48 يحملون الهوية الإسرائيلية، بقوا فلسطينيين طبعا ومحافظين على هويتهم، وهم القنبلة الديموغرافية التي يخشى منها الإسرائيليين أو الحركة الصهيونية بشكل عام. عندنا مشكلتين في الحقيقة
في موضوع القضية الفلسطينية، وأنا أتفق معك تماما أن هناك متاجرة في القضية الفلسطينية حتى على صعيد كثير من سنوات التاريخ التي مضت، وأصبحت القضية الفلسطينية في لحظة من اللحظات تثبت حكام وتسقط وزارات، وأحيانا للخروج من أزمات اقتصادية أو اجتماعية أو صحية في بلد ما يقول يتحدث أنه إحنا مشغولين بالقضية الفلسطينية، وأحيانا يعني يحدث أكثر من ذلك أن تستخدم القضية الفلسطينية بطريقة بشعة وللتجارة. ونتحدث بهذا الموضوع لأنه رغم ألمنا ورغم ما أن القضية الفلسطينية أو هزيمة العرب والفلسطينيين وإقامة دولة إسرائيل هي هزيمة كانت العرب كلها، نعم، وهذا يعني شاهد عليه كان الجيش العراقي والجيش المصري والجيش الأردني، وفي عام 47 وفي عام 67، ويعني هزائم متتالية، ولا نستطيع أن ننكر انتصار أكتوبر، ولكن في الأخير أن هناك واقع معين أدى إلى وجود احتلال استيطاني، وهذا الاحتلال مختلف عن أي احتلال احتل أي بلد. وأتفق مع أخي إبراهيم في موضوع أن هناك كان تآمرا دوليا، لأننا يجب أن نشير إلى وعد بلفور. وعد بلفور كان قبل قيام أو قبل هزيمة الجيوش العربية وقبل قيام دولة إسرائيل بثلاثين أو بسنوات طويلة. إذن كان في هناك اتفاق دولي لتجميع اليهود في فلسطين، رغم أنه هم يدعوا أنهم حق تاريخي. الجزئية الأخرى أن الوطن العربي والأنظمة العربية الموجودة، هناك ما يعني من الدول العربية قدمت ما قدمته عبر التاريخ، لا نستطيع أن ننكره إطلاقا. يعني دماء المصريين والعراقيين والأردنيين كجنود وضباط، وأحيانا يعني عبد المنعم رياض، كنت أتحدث عن 15 مايو أحد شهداء حرب فلسطين، نعم، استشهد في طريقه وهو عائد من السبع إلى عسقلان. فلا نستطيع أن ننكر ما قدموا العرب واختلطت الدماء العربية والإسلامية بالدماء الفلسطينية، ولكن المؤامرة كانت كبيرة. ومع ذلك القضية، وأتفق فيها مع أخي إبراهيم، أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون قضية عربية ويجب أن لا وإسلامية ودولية، ويجب أن تعيش في ضمير العالم، لأنه حلها يعني نحن نقف أمام عدوان استيطاني يرفض مبادئ السلام، يستمر في الاستيطان، يستمر في تشريد سكان فلسطين، يستمر بالقتل والتهجير والتآمر المستمر على الفلسطينيين. الجزئية الأخرى الجانب الفلسطيني، دعنا نقر أننا كفلسطينيين لم ننجح إلى حد ما في تراكم نضالاتنا الفلسطينية. نحن نناضل في فلسطين ما قبل عام 47، يعني كان في عنا ثورة 36 ضد البريطانيين، وكان ما قبلها ثورة البراق، حائط البراق اللي بيدعوا الآن الإسرائيليين أنه لهم حق فيه، وهذا موضوع. فبالتالي كانت المعركة منذ بازل، منذ المؤتمر الأول للحركة الصهيونية، دعمها جهات أجنبية كبيرة، بريطانيا، فرنسا، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية، تآمر العالم على الفلسطينيين، ظل الفلسطينيين متشبتين في أرضهم، ولكن هناك محطات فشلنا فيها كفلسطينيين، ويجب أن نشير لها لعلها يعني تكون نقطة ضوء. يعني باعتقادي أنه موضوع تراكم النضال، أن نراكم، أن لا ننفي الآخر، أن لا ننفي الآخر، يعني يجب أن نذكر ثورة عز الدين القسام ونذكر شهداء ثورة عز الدين القسام. ولما نرجع إلى بعض الإشكاليات التاريخية في هذه الثورات وسبب الهزائم اللي لحقت فيها أمام الإسرائيليين، هو جزء منها الصراعات الداخلية والصراعات العائلية، وهذا يقودنا إلى دعوة التنظيمات السياسية أن تدرس التاريخ، أن تدرس التاريخ الفلسطيني جيدا، وتعلم أن تلك التنظيمات التي خاضت ثوراتها ما قبل عام 47 وما بعد 47، إنه سبب اندثارها وانتهائها إنها لم تتكاثف من أجل قضية سامية، والصراعات أدت إلى إذابتها، وخسرنا مزيدا من الأرض، وخسرنا مزيدا من المقدسات ومن يعني اليوم موضوع القدس. القدس تم ضمها في عام 67 هزيمة غير هزيمة 48 والجيوش العربية، وأيضا وهذا الآن القدس تحاصر وتهود والعالم ينتظر.
ويرفع شعارات. أنا بتفق معك أن هناك رفع شعارات. يعني هذا يقودني إلى موضوع آخر غير موضوع التراكم، إلى موضوع جدا أعتقد أنه مهم، ألا وهو القاعدة والاستثناء. يعني القاعدة أن استمرار إسرائيل باحتلال القدس وتهجير الفلسطينيين، ها هي القاعدة أنه هو الحرام، وأنه هو الذي يجب أن يهب العرب والمسلمين مصريين أردنيين من الخليج إلى المحيط، والعالم الإسلامي بأسره أن ينقذ هذه المقدسات. حرام أن تبقى أن تبقى محتلة ومستوطنة من الإسرائيليين. احنا بندخل في الاستثناء، احنا بندخل بالاستثناء. انت حتى مش انه نزور القدس ولا ما نزورهاش. ايوه انتوا بتتخانقوا عليها يعني، ودخلنا في الاستثناء. اذا العوده الى القاعده الاساسيه في هذا الموضوع، الا وهي يجب تحرير الاراضي الفلسطينيه، يجب ارغام اسرائيل دوليا ومحاصرتها دوليا وعربيا. اذا احنا بنتكلم عن تفاوض، يعني في جزئي، وحتى في يعني في هذا الموضوع. لا، انت حتى عندما تفاوض وانت ضعيف، يعني أنا أتمنى أولا الخير لمصر والوطن العربي ولسوريا ولكل هذا الوطن العربي. أتمنى أن تصبح هذه المجتمعات قوية بحكوماتها، بديمقراطيتها، بكل حرياتها. عندما تصبح هذه القوة العربية قوية، نستطيع أن نتفاوض ونفرض على الاحتلال الإسرائيلي ما نستطيع أن نفرضه عليه. إنما عندما نتفاوض من منطلق الضعف العربي اللي عشناه خلال السنوات الماضية، ولا زلنا لحد الآن مصر يعني نتمنى لها أن تتعافى، ونأمل أن تتعافى، ونأمل أن الثورة المصرية تحقق كل أهدافها، والتونسية وكل ما يعني كل الصورة وحتى الأنظمة. ولكن يجب عليهم أن يعلموا أن إسرائيل حتى تستمر في احتلالها إلى لاحتلال القدس والأراضي الفلسطينية، تقوم بتدمير هذه المجتمعات، تسعى لتدميرها عبر طرق مختلفة. نعم. ولا تريد أن تكون مصر في صحة جيدة، ولا تريد الثورة المصرية أن تنجح، لا تريد لتونس أن تنجح، وتحاصر مصر حتى في أفريقيا من سنوات طويلة، وهم نعم. يسعوا إلى محاصرة مصر عبر نهر النيل في بعض الدول الأفريقية. نعم. فبالتالي المعركة ليس معركة فلسطينية، عربية إسلامية، يجب أن لا نقوم بتصغيرها واختصارها على الشعب الفلسطيني. نعم ده أكيد. أستاذ إبراهيم، إذا أردت أن تختم، أنا شايفك كاتب حاجات كتير، نقطة الضوء التي يمكن أن نتحرك خلفها بس تكون نقطة حقيقية، نقطة على أرض الواقع. نقطة الضوء الحقيقية هو تنازلات من السلطة الفلسطينية، وأن يكون هذا التنازل جوهري وفعال على المستوى المحلي والدولي. وانا ليا رؤيه ان حل السلطه مش من حماس، يعني لا من السلطه، اصل السلطه هي التي تتحدث دوليا، حماس هي مصالحه ومن الممكن ان يعودوا، خاصه ان احنا عندنا كذا اتفاق من مكه حتى الان، حتى الدوحه مؤخرا، حتى القاهره، ولم يحدث شيء. لكن انا اقول ان السلطه الفلسطينيه اذا اتخذت قرارا جريئا وفعالا على المستوى المحلي والدولي، وهو حل السلطه الفلسطينيه، ستجعل القضيه الفلسطينيه في عبء الجانب الاسرائيلي، وبالتالي أعتقد أن الجميع سيكون له مهام معينة ومحددة. إسرائيل هي التي ستلقي لك بالتبع مرة أخرى، خاصة في موضوع حل السلطة. الرئيس محمود عباس تحديدا لو عنده الجرأة أن هو يروح حل السلطة الفلسطينية، سيكون زعيم شعبي عربي إسلامي، وأنا ليس هذا من الفراغ. بمعنى أن الرئيس محمود عباس نزل بمستوى التفاوض والمفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات، ولم تأتي المفاوضات بشيء، وهو الذي اعترف أن المفاوضات فشلت بامتياز. الرئيس أبو كانت مازل. المقاومة جابت شيء؟ طبعا المقاومة جابت، أنا أشجع المقاومة وأشجع حركة حدث المقاومة، بس لكن المقاومة أتت بشليط الذي أفرج عن حوالي 1550 أسير فلسطيني. المقاومة هي التي يعني ساعدت الأسرى عند إضرابهم، خاصة أن كان هناك قانون يسمى بقانون شليط أخرها مبارح، أجبرت الكيان الإسرائيلي بأن تستجيب لمطالب الأسرى من خلال إلغاء قانون شليط. قانون شليط كان العزل الانفرادي، قانون شليط كان عدم الزيارات لأهالي قطاع غزة لذويهم في سجون الاحتلال، عدم فسحتهم في وما يتميز به المعتقل السياسي وقانونية ما يقوم به، وفكرة الحبس الإداري وما إلى ذلك. أعتقد أن المقاومة الفلسطينية هي موجودة على طول الخط. المقاومة الفلسطينية ليست تفجيرات، ليست عمل. المقاومة الفلسطينية عندما أنا أقول رأيي،
أنا لا أناقش في مشروعيتها، ولكن أنا بحطها قدام التفاوض. أنت طبعاً شايف أن التفاوض لم يؤدي إلى شيء؟ لا، التفاوض لم يؤدي باعتراف كل من مارسوا أصله حتى هذه اللحظة. يعني الرئيس أبو مازن هو الذي اعترف أن ده لماذا؟ ألا ترى أنه لعدم وجود تنسيق ما بين التفاوض والمقاومة؟ نعم، هذه هو الذي كان يسعى إليها أبو عمار. أبو عمار لماذا قتل أبو عمار؟ أبو عمار قتل لأنه كان يتميز بأنه يتعامل مع المقاومة وعلاقة جيدة ووطيدة مع المقاومة، وأيضا يتعامل بند وندية مع الإسرائيليين، وبالتالي كان يقول للإسرائيليين أننا ليست لي مشكلة مع دول، ما عرفهمش، ده شوية شباب خدوا حاجة وعملوها. فأنا أقول أن المفاوض الجيد هو الذي يدعمه مقاومة قوية، لكن الرئيس أبو مازن قال لهم المفاوضات ثم المفاوضات، هذه واحدة. الأمر الآخر، الرئيس أبو مازن قال في موضوع لا 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 مفاوضات، بس تحسسني ان ازمه ال 64 سنه في ابو مازن. لا انا اقول يعني بس لا، مش عايز اختصر المساله الى هذا الحد، يعني احقاقا للحق لا، لكن انا اقول ان الجرأة الان لدى الرئيس ابو مازن، وخاصه انه اعلن اكثر من مره انه لن يرشح نفسه للسلطه الفلسطينيه. فقبل ان لا يرشح نفسه للسلطه الفلسطينيه ويكون هذا موقف تاريخي للرئيس ابو مازن، اقول له ان يحل السلطه الفلسطينيه ويضع المجتمع الدولي في مأزق حقيقي، مأزق تاريخي. الجميع سيسعى يلهس خلف أبو مازن. ماذا تريد؟ حدود 67، وقف بناء المستوطنات. الأمريكان لم يستطيعوا، أوباما نفسه عندما أعلن لأبو مازن أنه لا مفاوضات إلا بعد وقف المستوطنات، صعد الرئيس أبو مازن على الشجرة الأمريكية ونزل من عليها، وما أنزلته من عليها إلا حركة حماس بالتصالح مرة أخرى. وأعتقد أن حركة حماس إن لم تعود للمصالحة مع أبو مازن في مرحلة من 2009 وانت طالع، أعتقد أنه كان أنهي سياسيا. ولذلك أنا أقول، أنا أحمل المقاومة الفلسطينية أنها لا تتكتك، ما يكونش عندها تكتيك في السياسة والتعامل مع السلطة الفلسطينية وأيضا الرئيس أبو مازن وكل الشعب الفلسطيني، والتناغم بين المقاومة وما بين السياسة وما بين الفصائل الفلسطينية بعضها وبعض هو اللي بيجعلنا إحنا كمصريين وكعرب متضامنين مع القضية الفلسطينية، إن إحنا نقدر ندافع، وإن أنت يكون عندك قابلية إن أنت تدافع عن شعب مظلوم، لا شعب ممزق. الشعب الفلسطيني الآن شعب ممزق، لا يوجد لديه القدرة على إحياء نفسه مرة أخرى إلا عن طريق المسكنات، وهذا غير وارد في ظل حالة الثورية العربية التي لم يستفيد منها لا السلطة الفلسطينية، ولم تستفيد منها الشعب الفلسطيني، ولم تستفيد منها المقاومة الفلسطينية بكل أطيافها وبكل فصائلها. الثورة المصرية أعتقد أنها كانت من الممكن أن تكون إفادة لكل الشعب الفلسطيني في مقدساته في القدس. ما يحدث في القدس أزمة حقيقية يغفل عنها الرئيس عباس ويغفل عنها كل الناس، ويذهب وهناك ناس المفتي وغيره يروح القدس، وهناك حفريات تحت القدس، وهناك طب أنا اتنين قدام صوتين اهو فلسطينيين عتاب لعدم السفر وانت عتاب للسفر. لا لا لا, 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 لا انا اعتقد انه ليس مع السفر. أنا هذا امر انا لم احدد موقفا يعني في موضوع السفر. نعم هو نعم، ولكن قال لك لابد ان يكون الحرص على الوجود. لا انا تحدثت عن المقاومه لها علاقه بالقاعده والاستثناء. القاعده ان فلسطين مغتصبه. نعم القاعده ان تهب كل الشعوب العربية وعلى رأسها كرأس حرب الشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين. ها هي القاعدة. نعم. الاستثناء أن ندخل في قضايا جانبية وأنا مش عايز أكمل فيها هي في النهاية أن تتوفر النوايا ويكون هناك فعل. صحيح. مش كلام أيا كان هذا الفعل. إذا كانت النوايا فيه هو إثبات فلسطينية فلسطين وحق المسلمين والمسيحيين في المسجد الأقصى وفي القدس الشريف، ده لوحده هدف سامي، نختلف أو نتفق حول الطريق إليه. أنا السنة أتمنى السنة الجاية أن نبقى معاكم في فلسطين، وأتمنى السنة الجاية إن شاء الله في القدس، وأتمنى أن السنة الجاية يكون الكلام قل والفعل زاد، ويبقى في عالم عربي بجد قادر ياخد خطوة لقدام، وتبقى المقاومة مع المفاوضة. صحيح. لا ينبغي أن يكون هناك انفصال ما بين السياسة والمقاومة. نعم. أنا أعلم أن الوقت قليل على مثل هذه القضية. نعم. لكن لأن قررنا هذا في آخر وقت، لأنه كان لا يجب أن يمر هذا اليوم دون أن نتوقف أمامه. فأنا بشكركم جدا على تشريفكم. شكرا. وعلى وقتكم الثمين. أنا عارف أنك كنت عامل مؤتمر في نقابة الصحفيين. صحيح. فربنا يوفقكم دائما. الله يخليك. بشكر ضيوفي الأعزاء. بعد الفاصل هستقبل ضيف العزيز الدكتور سعد الدين إبراهيم، المفكر السياسي مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية. نلتقي بعد الفاصل.